هاي خلية طبيعية أحيانا تتعرض لضغوطات. لقيت كيف هاي 4 خلايا موجودين عندي وقاعدين على بيزمنت ممبرين. أحيانا في عنا مصطلح اسمه ميتابليزيا. ما معنى ميتابليزيا؟ أنت عارف إنه أشهر مكان يحصل فيه ميتابليزيا اللور بارت أوف ذا أوسوفيجس. أنت عارف إنه الأوسوفيجس كله النسيج الموجود فيه هو استراتيفايد سكويمس إبيثيليوم. استراتيفايد سكويمس إبيثيليوم هو إبيثيليوم مكون من عدة طبقات، الطبقة البيز اللي هي كولومنر إبيثيليوم، والطبقة آخر طبقة هي فلات. طيب أحيانا من كثر الـ HCL ما يضل يرجع الـ HCL على المريء، يرجع الـ HCL على المريء يتغير المريء لكولومنر ابيثيليوم. هاي الحركه تحصل بالاسوفيجس، وهي الحركه نسميها ميتابليزيا، انه تغير السيل تايب من ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم لنوع اخر كولومنر ابيثيليوم. طيب اذا ما صلحنا هاي المشكله ارتجاع ال HCL ممكن يحصل عنا كانسر بالاسوفيجس، وهي الحركه نسميها ادينوكارسينوما. اذا تغيرنا من نوع لنوع اخر هاي نسميها ميتابليزيا. احيانا الخلايا يتغير الاستراكشر تبعها بحيث انه الشيب تبعها يختلف. لد كيف الخلايا كانت هون، لد هون كيف اصبحت الخلايا، مختلف الشيب تبعها، مختلف السايز تبعها، لد النواة كيف زاد حجمها، السيتوبلازم قل، حصل عند المريض سيفير ديسبليزيا لكن الى الان الخلايا لم تعمل انفيجن للبيزمنت ممبرين. هاي الحركه اكثر مكان تحصل فيه عند السيرفكس، يبدا يحصل سيفير ديسبليزيا، وعلشان نشخصها نطلب باب سمير. خطوره هاي الديسبليزيا اللي تحصل عند عنق الرحم انها ممكن تقلب لك لكانسر سيرفكس، وهي المشكله تكون خطيره. احيانا يزيد عدد الخلايا نسميها هايبربليزيا، لد كيف عدد الخلايا هون زاد عن هون. هذا يحصل بسبب انوفيولاتوري سايكل، سايكل مش ما في اوفيوليشن، فيبدا الاندوميتريوم يحصل له ثيكنينج ويزيد الثيكنس تبعه، وهذا ممكن يقلب لك لكانسر لاندوميتريال كانسر. احيانا يحصل بالخلايا تغير انه يزيد السايز تبعها، هاي نسميها هايبرتروفي، وهي اكثر شيء نشوفها بالليفت فينتريكل. لما يكون في اورتيك ستينوزس او في هايبرتنشن يبدا الليفت فينتريكل يحصل فيه هايبرتروفي. احيانا يحصل عندك اتروفي، ضمور في العضلات. لد كيف هاي العضله، لد هاي العضله كيف حصل فيها ضمور، لانه حصل كسر بهاي العضله وجبرناها والمريض قعد فتره ما بيحركها فاصبح عنده ضمور. اذا في عندنا مصطلح اسمه ميتابليزيا، في عندنا مصطلح اسمه ديسبليزيا، في عندنا مصطلح اسمه اتروفي. هايبرتروفي، هايبربليزيا، اخطر شيء انه المريض يدخل لك اخر شيء في نيوبليزيا، تبدا الخلايا السرطانيه تعمل انفيجن للبيزمنت ممبرين وتعمل ميتاستاسيس على الليمف نود وتعمل ميتاستاسيس على الدم. لاحظ انها بلشت تعمل انفيجن للبيزمنت ممبرين، الشغله اللي ما حصلت مع التغيرات اللي موجوده قبلها.